هنا ان شاء الله اللحم ديال العشاء وديال الغداء هو هذا، غادي نطيبوا طنجره. حنا حسبناه درنا فيها 10 طوابل كيف ما كتشاهدوا، ما تبقى غادي نصوبوا ونقادوه في الطناجر وتابعنا ان شاء الله. البصله راه كطيح، الدجاج كيتحمر، لاصوص راه كيتشرب، ايوا صافي هادشي اللي كاين. العطريه راه شاركتها معكم ديال 100 كيلو، راه ديما كنشارك معكم. هانتوما الزعفران الحر، الضامات، الملون، خرقوم بلدي، سكينجبير، الابزار، العواد ديال القرفه، سيدي سوقع قله، المرزيه ديال اللحم، ليدام او السمن حار، والقزبر يابس، والثوم. مثلا الا درتو القرفه، واحد الاخت سولتني، شوفوا الا درت القرفه كندير معها ما الزهر، القرفه كندير معها ما الزهر والحامض كيجي معها، ولا الثومه، الثومه كنحيد القرفه ما كنديرهاش، وكندير مع الحامض خضر معصور، كنقيه ونطحنو ونديرو في اللحم، كيجي علم زيناتو، ايوا صافي هادشي اللي كاين. هنا ان شاء الله العطريه انا جمعتها كامله باش غادي نزيد عليها الماء وكنخلطها، وغادي نهز بالكاسرونه ونفرغ، نفرغ على سميتو اللحم ونشرملو في الطنجره باش تجيني ساهله. هنا اللحم انا شرملتو كيف ما كتشاهدوا، البصله راه ديما كنديرها غا هكا، نقسمها على جوج ونخلي هذه البصله البيضاء، وديما الزبده وسميتو الزبده والزيت الزيتون. بغيتو ديروا زيت نباتي ما تكثروش، لان هذا المهم هذا اللحم عندنا ناشف اليوم، ما فيش الشحمه ياك لطيفه، اللحم ناشف تبارك الله ما شاء الله. هنا غادي نشحر ديما واحد القياس ديال لاصوص، ما كنمرقش من الديبار، ما كنخليش قليل، اللحم راه ما كيتقلاش حيت ما دايرش الزيت، باقي ما درش الزيت، غير كنشحروا في ديك اللقامه كيشربها، كياخذ داك العظم اللون مع اللحم يتحمر ودخل ليه اللقامه، عاد كنضيف الزيت، كنشوف الليدام اللي غيطلق ليا هو مثلا من هنايا، من هاد يعني الا كاين شي ليدام. شوفوا الملجه كي دايره تما، الملج تبارك الله ما شاء الله. ها هذه الملجه راه خليتها صاينه، غادي تحلع وحدها، الشاب مصوبه مشارمل مقعد. صافي تابعونا، لاصوص ديال الدجاج راه هوايا. بالنسبه شوفوا الدجاج محمر تحت الفرينات، ها انتم الدريات اللي كتقول لي كيفاش الطريقه، ولا ما كيتحمرش، ولا كيبقى، ولا خصو يتقلب في الزيت. ابدا، الحاجه اللي مولات الدار عاجبها الطريقه ديال تحمار الدجاج في الفرينات. وان شاء الله السيمانه الجايه غادي نخدم في لابيسين ديال اسفي، حتى هو كذلك كمثال عنده واحد الطريطوره نفس الطريقه، فاش غادي تجيب لي الصواني ديال البساطل باش نحمرو تحت الفرينات، كيبقى بالعطريه ديالته. ها الدجاج كيبقى بالعطريه ديالته، هانتوما الجلده ديالته كتبقى شاده فيه، ها شو الجلده، ها هي كله كتبقى فيه الجلده، ما كتحيدش ليه الجلده، كتجمع ولكن ما كتحيدش. والتحمار ديالها مقرمل، خاصة حاجه خاصو على الذواقه بحالكم، هو اللي خاصو. ولطيفه هي سير كتقطع في اللحميه والفنان، شو الطروفه تبارك الله، ما كاينش الشحمه فيه ابدا، 100 دمه بقري هذا. عاب شويه تقلع لي يدي ها لطيفه، عاب شويه الله يعطيكم صحيحتكم ابنيتي، والله يجعل ربي هو يعفو علينا، يغفر لنا بهاد الذنوب، مره رزيق جابوا لنا سيدي ربي، حنا عايشين به بالحلال الحمد لله، حنا جايبين الحمد لله وملك الحمد. لطيفه راه قرات منه الدراري، الله يسهل عليهم استاذ نفوس باهم، والفنان حتى هي راه معاونه الوقت، قرات منهم الدراري الله يسهل عليهم. عبد المالك بغينا ليه شي خدمه، العيال المتتبعين الله يجزيكم بخير، اللي عنده شي خدمه ديال الطوبوغراف او كيعرف شي واحد يتوسط لينا معاه، الولد الفنان الله يجزيكم بخير. دري عنده الدبلوم مسكين، كندفعوا جوج بيكان والدبلوم والسيفيات كندفعوهم، ولكن باقي ما جابش الله. كتعرفوا الانسان ملي كيكون الحوجه شويه صعيبه، الحوجه شويه صعيبه، يعني الانسان في هذا الزمان اللي حنا ولينا فيه خاصك الا كنتي خاص باك شكون، او باك صاحبي، او تكون عندك الفلوس، الا ما دفعتيش واحد المبلغ من المال ما غاديش تخدم. وحنا كمغاربه راه كنعرفوا هذه الامور، ولو انك كدوز في السكري حنا كنعرفوا هذه الامور، وكنعرفوا الدراري راه كاين اللي ما قارينش اميين وشادين البوستات، علاش؟ حيت والديهم عندهم فلوس مقتدرين، كاين اللي دفعوا عليه 10 مليون، كاين اللي دفعوا عليه 18 مليون، كاين اللي دفعوا عليه 12 مليون، ولكن حنا ما عندناش باش عندنا الله. انا والله العظيم كل عندي الفنان قسما بالله نطير على بناتي، والله اختي كل ما المرض وراك عرفتي ظروفي الماديه والصحيه، وعرفتي شنو داز عليا من مشاكل، وعرفتي المعاناه اللي عانيت، انا كنت ميسور الحال، ولكن الحمد لله الامور سبحان الله. انا ماشي معمر الفقر كنت فيه. سيري قلي الزيت، قليل عقلي اخوي، اخوي لطيف اخوي، بغيت نديرو هنا اللحم ديما الماء بارد، الزيت بارد، اللوز شدحت. انا والله ما انا ما عمرني دعيت الفقر، وعمرني ما كنت فقير، ما عمر با كان فقير، ما عمرنا عشنا في الفقر، ولكن من كورونا ومن اللي مرت ومن اللي مرضت مرت با مسكينه، راه 12 مليون اللي تخسرت، سبيل الله كرعبقات، كرعبقات مسكينه
حق الله العظيم. وامر الله ربي كبيره لطيفه، هي الله يرحمها وحنا الله يعوض لينا والله يصبر وليداتها وولدها وبنتها، راهم خوتنا وبقاو حاطين راسهم على امي. عرفتي عبد الرحمن البارح داوي معايا والله لطيفه حق الله، داوي معايا مسكين وعيني غرغرو، قال لي حتى امي كان يعيط عليها غير بسميتها، جات لقاته عنده 7 سنين ملي مرضت لقاته صغير كانت تركبه، وملي يجوا عماتي الله يرحمهم يقولوا ليه وعبد الرحمن نجروا على سميتها الكسعبه قبل سميتها الحاجه يعيطوا عليها مثلا نجروا عليها يقول لي من لا مره مزيانه، يقول لي باش عرفتي مره مزيانه، كيقول لي مسكين كتعطيني بطاطا وتركبوا تبغي تضربوا مولا اختو تفكوا، سبحان الله العظيم. قال لي راه خاصني نقولها غمي، ودابا راه رد عليه البال ومهلي فيه هو توا عايفق الصباح والحاجه وتفقتي سبحان الله خصها تطل عليه والحمد لله الله العظيم خصها تطل عليه في الدوار الحمد لله. طيب دوكا قاعده معاه هاد الايامات والله القسم ما كاينش الفرق ما بين الربيب والولد، راه يكذب عليكم كذاب، راه ماشي بالشرط الوالي الاب والام هما اللي والدين، راه حتى اللي مربين من على هو ابراهيم ولدو ابراهيم راه امي تموت عليه تقول لك برهومتي ديال جد مسكينه راد لي البال واش حيت براني ما على هنا حيت ما عمرو مشى تما، اول مره غيمشي لدار جده اول مره غيمشي لدار خالي ايوا الحمد لله نعم كثير لا غنزيدو الطنجره غنقصو الطنجره عاملين ميلونجيو هادي ها هي يا بلاتي بتخوتي روحي دوك نشوفك بعيات غنميلونجيو هادي مع ديال البصله غتفرغ لينا ان شاء الله. بالنسبه للبصله ها انتما كيف ما كتشاهدوا هي طاحت، حنا مجمعين ها حنا راه مجمعين قبلوا علينا وصافي الحراره طالعه لينا. لا لا الحمد لله كل شيء زين منفسينا لطيف واخا الحراره منفسين. هنا ان شاء الله بعد ما تعدلات الخزانه كيف ما كتشاهدوا الله يكمل بخير والله يجعل كل شيء مبارك مسعود. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بخوتي المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم. تبارك الله على الشباب تبارك الله على الشباب الدراري هما كيف كت اولاد ايمين تانوت بالضبط اولاد ايمين ايمين تانوت ودري لقيتو من عندنا يعني مدوز التعليم او الاساتذه في مدينه اسفي ولقيت واحد الدري الاخت ديالو كتقري حتى هي عندنا في خميس نقا ياك خميس نقا نقا ماشي مكه انا يا ودي صاحبي ولات عندنا مكه جايين الزوار ثاني هنايا المغرب ما قدنا حتى حنا تما جايين اخرين برك انا الافارقه عمروا البلاد قال لك راه بلادهم رجعوا ليها هما حنا مالنا جينا نطلبوهم. المهم تحيه لخوتي المغاربه فين ما كنتوا الدراري تبارك الله عليكم والله يسر لكم الامور. هنا بالنسبه للاتاي هما الدراري كيعمروا فيه كيف ما كتشاهدوا هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا صافي الدغنيه راه انتم البصيله البصيله تقلاتها هنا شوفوا البصله كتطلق الزويته ديالها كتطلق الزيت ديالها شوفوا كيفاش كتولي معلكه هذا هو السر ديال الدغنيه. هنا هذوك القنيصات مع داك لاصوص اللي كان باقي شربته دابا غادي نضيف هاد واحد البنت سولتني ودائما كيسولوني يقول لي با العبدي واش هذيك البصله كتضيفها من بعد كان نخلطهم مع بعضياتهم هذه كنخلطها هنا وكنخليها فوق الفاخر كترغي انت شوفوا البصله كيفاش دايره هنا باش غادي تخلط ليا مع هاد القنيصات مع هاد القشيوشات شوم خاصها تلبسها باش ملي تحط فوق الدجاج دغيميره بحال هكايا انا غادي نزيعها كنوريكم شوفوا الدغميره كيفاش كتحطها مع ديك القنيصات معايا لك ها انا دي قالت لها طيب الدغميره بويا بولا ما كتبوش العبدي التلميذه في المدرسه عندو
صافي ان شاء الله. انت الدجاج راهو حمرته حمام مريم، درت الباسينه فيها الماء والطنجره راه طيبه طيبه. شنو هي طيبه الدجاج؟ راه ما نعاودش لكم في التحمار. شوف هذه هي طريقه سباكم العمد والسخونيه. هذيك اوليدي هذيك هذيك هنا البرقوق ها هويا، وهنا اللحم ديال الغداء اللي غيتحط مع البسطيله. شوفوا اش درت ليه، درتو على الفورنو، الفورنو راه داير الفورنو من الفورنوات تما غلا وكبر لهم الشان. الصغير ديالو ولا داير 5000. هنا اللحم درت فوق منه فورنو، حطيت فوق منه المقله ديال النحاس، ثقلته على ود الفابور ما يخرجش كيف ما كتشاهدوا. وراني داير واحد البلاستيكه تحت الغلاقه بحال القفال، كتولي الطنجره بحال شكل الكوكور. انا نادرا في كندير هذه الخدمه، ولكن لضيق الوقت باش يطيب ليا اللحم. صافي بالنسبه للوز هانتوما كيف ما كتشاهدوا حنا قليناه. بالنسبه لهاد الزيت ديال اللوز راه ما كنضيعوش، هاد الزيت ديال اللوز ملي كنصب اللحم كنديرو فيه. الزيت ديال اللوز ماشي ديال الكاوكاو، ديال الكاوكاو خانز كيخنز. بالنسبه لهذا ما تضيعوش، شوفوا دهنوا به وجهكم، دهنوا به شعركم، نصبوا به المرقه ديالتكم عاديه، ولا نصبوا به اللحم. انا غادي نصب به اللحم في العشيه، اللحم اللي باقي عندي. وبالنسبه للوز هو هذا. هنا انا خويت البصله كيف ما كتشاهدوا، ها هي البصله انا خويتها كيف ما كتشاهدوا، ها هي خويتها. شتو هنا باش غادي تحرك، ها شوفوا كيفاش كندير لها. راه هذه هي الطريقه ديال الدغميره باش تجيكم الدغميره، ما تجيش ناشفه وما تجيش جاريه كاع، ما خصهاش تجي جاريه بزاف وما خصهاش تجي ملبيه. ملي تحط الدغميره تجي عاقده مخيطه مع بعضياتها، كتحط فوق الدجاج كديع فوق الدجاج كامل، كتعطيه واحد اللوغو ديالو. الدجاج راه شي دجاج كله هو الدغميره، راه كاين اللي كيسلقو ويصوب الدغميره تحط كيجي الدجاج تجيب الدجاج بنين. كاين اللي كيقليه في الزيت ويحط فوق منه الدغميره، الا صار الدغميره يجي بنين، ولكن مع ان الدجاج ما كيجيش بنين مقلي، العطريه كامله كتمشي منه. صافي شوف هنا بغيتكم تشوفوه، صافي غنخليها فوق الفاخر كتطلق في داك العقيق ديالها. العقيق هو هاد الفقاعات ها كيتسمى، ملي كتخيط كامله بالعقيق كننزلها ونخليها تطلع يدامها. وتابعونا ان شاء الله. الدجاج اللي بقى عندنا هو هذا في التحمار. الله يحفظك الحاج، الله يكمل على بنيتك بخير كلشي. الحاجه مسكينه فرحانه بينا، الله يخليك. هنا ان شاء الله الدراري كيف قلت لكم غادي ندفعوا الاتاي. بالنسبه للحلويات اللي عندنا هما هادو كيف ما كتشاهدوا، والله يثبت الغرس الموالي العرس، وتبارك الله على الحاجه وليداتها وعيت، الله يكمل بخير. امين الحاجه ربي يخليك، امين ان شاء الله في حياتك، امين في حياتك الحاجه. نعرض عليك وهاد الاولاد تمت الشباب تما، الله يسهل عليهم، الله يسهل عليكم الدراري. قلت لكم اتاي هو هذا، شي بالنعناع شي مسو شي حلو، كل واحد والاختيار ديالو. تحيه للسي مصطفى، بارك الله تبارك الله عليك اخويا، الله ييسر الامور. ربي يخليك، تشرفنا بمعرفتكم في ايمان تانوت. ربي يخليك الحاج، الله يعطيك الخير. مرحبا بكم، ربي يخليك. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا البسطيله، بعد ما شربوا الناس اتاي غادي يدفعوا البسطيله حلوه كيف ما كتشاهدوا. بسطيله حلوه. بالنسبه لهذه الكنافه والبيض ديال السمان بالزريعه الخشخاش، او كنقولوا حنا البذور ديال بذور النوار ديال بلعمان، النوار ديال بلعمان هي هذه كيف ما كتشاهدوا. والبريوات بالطبيعه كيمشوا مع معسلين مع اللوز ايفيلي. تحيه للاخت اللي صوبتها، ما صوبتهاش انا ما عرفتش بالضبط شكون اللي صوبها. المهم انا غير كنشرك معكم سميتو، كنشرك معكم العرس يعني عند الناس في في ايمين تانوت. وتحيه لهم وتحويه للاخوان السربايه حتى هما يا ولاد المنطقه، ومرحبا والف مرحبا بالجميع. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا الدراري هما هزوا البسطيله باش غيدخلوا على الناس. تبارك الله على الشباب، الله ييسر الامور، تبارك الله عليكم ربي يخليك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا، الله ييسر لكم اخويا، مرحبا. الخبز حتى هو ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا في الضيافر.
الله مع الزاي العالي. هنا معنا الاخ الزيرو ديال الدراري السيرفيس. السلام عليكم. عبد اللطيف بن صالح شاف دو طابل جيرون ديال الدراري السبايا ايمين تانوت. ايمين تانوت والنواحي. مرحبا بكم في ايمين تانوت والنواحي. ربي يخليك. الله ييسر الامور. الله يعطي صنعتكم الخير. تبارك الله على خوتي المغاربه. هنا ان شاء الله حنا وجدنا الطباسل كيف ما كتشاهدوا، وجدنا اللوز والجلجلان. بالنسبه للحيمات هما هادو هانتوما كيف ما كتشاهدوا. ها هما بلاتي لطيفه خليهم يشوفوا الحماس يكونوا باقيين خضرين ولا شي. هانتوما شوفوا التحمار ديالهم كيدير. يلاه الدراري جايين بلا لي. هنا الشكل النهائي ديال اللحم ديالنا كيف ما كتشاهدوا. تحيه للاخوان. الاخ سميتك سي عبد اللطيف والاخ يوسف والاخ عبد العزيز كيف ما كتشاهدوا. تحيه لهم. تبارك الله على الاولاد. تبارك الله على الاولاد. مرحبا بكم. كاين غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك. الله يحفظك. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هنا ان شاء الله بعد ما عطيناهم اللحم غادي نعطيهم الديسير كيف كتعرفوا. والله يثبت الغرس المالي العرس الوليدات المسلمين كاملين. وامين اي واحد بغى الخير لوليدات الناس كيرزقوا لله في وليداته. والله يفرح جميع الامهات والاباء بوليداتهم. وراه هذه هي الفرحه الكبيره ملي الام والاب كيشوفوا ولادهم نضجوا ووصلوا للسن ديال الزواج. والله يجعل لهم كل شيء مبارك مسعود يعطيهم ذريه صالحه اللي ترفع رايه الاسلام وتزيد في المسلمين في عدد المسلمين. الحمد لله يا ربي وتبارك الله على الحاجه. الله يبارك فيك. انا ما خليت ليا ما نقول. الله ما خليت ليا ما نقول. كرامك غرقنا الحمد لله. الله ينورك. الله يعطيك حجه نوقف لك في الصدقه ديال الحج. ان شاء الله ان شاء الله. نجي ثاني من نجينا والفنان وبنت خويتي ولطيفه. ربي يخليك الحاجه. الله يكرمك. يا ربي ما تحرم من هو مسلم. امين امين. يلا هنايا كينتهي الفيديو ديال الغداء وتابعونا ان شاء الله في الاجواء ديال الليل. عليه الصلاة والسلام. الله يحفظك. الله يكمل بخير. والله يثبت الغرس. الله يجعل كل شيء بارك مسعود. والله الى شرف كبير لي الحاجه وحق الله العظيم الى شرف كبير انني جيت الايمين تانوت وعدك ومن المتتبعين ونجي عندك. راه مشيت عند الناس ماشي ما مشيت كلهم دازوا معايا. الله يعمر هذا. ولكن سبحان الله القلب دفى وارتاحينا وكرمتونا. ايوا الله يكرمنا ويكرمكم من عند الله. يا ربي امين. تنتم الله يكرمكم بالجنه. الله يكرمكم بالحسنات. ربي يخليك الحاجه. قبلوا علينا ومرحبا بكم. بارك الله فيك.